هنا عمال شكر عمال اوزر شركه اوزون جوج تنطلبوا لهاد الاخوه هادو حنا هاد الناس هادو حنا ما دايرين حتى شي حاجه الحمد لله تنخدموا من نيتنا العمل ديالهم الحاجه اللي طالبوني تنديوها لهم كيبغي نعرفوا علاش هاد الاعتقالات وهاد التهديد وهاد علاش بنعرفوا هاد الناس حنا شنو دايرين حنا علاش دايرين حنا كنطالبوا بحقنا حنا خدامين تنطلبوا بحقنا وفي الاخر يهبطك يشد عليك ويخليك تما جالس لا ماكله لا ما لا حتى شي حاجه علاش نعرفوا هاد الناس علاش وبغينا نعرفوا البلاد ديالنا علاش تيديروا معانا حنا هادشي حنا حيت اخر اخر ما يعلم علاش حنا بالعكس حنا خصنا نردوا لنا البال منقين البلاد مقادينها مصايبينها الحمد لله بلادنا هزينا اي مهمه وصونا عليها تنعديوها نخدموا بلا وقت تنخدموا ديما زيدين السوايع الاعياد ديالنا ما تتخلصوش فيها وتنقولوا الحمد لله راه حنا خدامين على وليداتنا وصابرين ولكن هاد الناس هادو علاش تيبقى الاعتقال والقمع وعلاش علاش ولا نعرفوا على هادشي علاش وطردوا لنا اربعه الناس دوك الناس شنو داروا تيهضروا علينا حنا علاش الناس واحد معيد مع ولادو مفضح شويه ياكل مونادو حنا شرب مونادو حنا قاسم لوحينا حنا تنتعاونوا السلام عليكم تحيه للاخوان تحيه الناس في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عواشر مبروكة للمغاربة جميعا كما ترون أننا نحن المتعسف علينا من طرف الشركة في هذه العواشر وفي هذا العيد كندعو الجميع الله يخلص احنا الناس اللي معنيين بالأمر احنا أربعة الناس اللي تم الطرد ديالنا مباشرة ظلما وعدوانا لعملنا النقابي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل مطالبة حقوقنا والعيش الكريم لنا ولأصدقائنا في العمل جميعا منها الحقوق المادية ومنها الحقوق القانونية يخص بالنسبة لمنحة العيد والأجر ديال المنحة ديال الشهر الإخوان هما اللي تكلفوا هما اللي جمعوا لنا شي بركة باش رحنا باش كندبروا المعيش ديالنا أما الحوالة ديالنا ما بالنسبة لأكباش العيد راه ما لحقناهمش باش نشريوهم شكرا للأخ الكريم الصحفي زواد وقناة تي في شرفتني على حضورها معنا من أجل أن تعرف الواقع الذي يعيش فيه العمال أوزون وقد يكون هذا نموذج لباقي العمال اللي كاينه في المغرب لأنه ماشي غير هاد العمال ديال أوزون اللي تعيشوا هاد الوضعية ربما أن هذه زايدة ولكن كاين هناك عديد من العمال من الطبقة العاملة اللي تعيشوا أوضاع جد مزرية اليوم نلتقي اليوم هذه الموقفة كانت مقررة أمام عمالة سلا لكن توصلنا برسالة من السيد العامل يهددنا بالاعتقال وبالويل وبالطبور أنه في حالة لا تمت هذه الوقفة طبعا الحال إحنا ناس مسالمين وعمرنا ما كنا عدوانيين وعمرنا ما كنا نستعمل الكلمات العدوانية أو التهديد أخبرنا السيد رئيس الجماعة والسيد الكاتب العام على أنه ستكون هذه الوقفة هنا بسلا وبطبيعة الحال ما كانش عندهم مانع لم نتوصل بأي مانع بل حضر معنا بارح أمس كذلك المهندس البلدي ديال الجماعة والسيد الكاتب العام في الحضور اللي حضروا معنا ممثلين ديال الشركة واللي بلغناهم القرار ديالنا أكيد على أننا سنستمر في موقفنا الثابت واللي هو دفاعا عن حقوق العمال ولذلك سنستأنف كما تقرر في الجمع العام سابقا وفي الأجهزة ديال المنظمة على أن الاستمرار ديال الإضراب غادي نستأنفوه يوم الخميس على الساعة 12 ليلا ياك بطبيعة الحال غيستمر يومين في حال إذا كان هناك جديد سنستمع ونقرر أما لم يكن هناك جديد فسيستمر الإضراب والآن الموقف ديال إذا كانت هناك المدينة غتغرق في الأزبال وغتغرق في النهضة فهذا يتحمله رب العمال لأن رب العمال تهدد يوميا يهددنا بالويل والطبور أننا سنفعل فيهم وسنفعل
هذا يتحمل مسؤولية كلامه، هذا ما ماشي شكلنا حنا، ولكن حنا طلاب حق، وأننا نحترم القانون ونحترم القانون ديال المقرر ديال الدولة وديال البلاد. ما يمكنش أننا نكون فوضويين، حنا بالعكس، حنا عمرنا ما كنا فوضويين، بل أننا نحترم أكثر أحيان بعض المرة نتنازل عن حقنا من أجل أنه باش نسيروا بهذه البلاد. لكن هناك من يدفعنا إلى الفتنة، والفتنة أشد من القتل. فتنشكر إذاعة قناة شي على الحضور ديالها معنا وعلى نقل هذه الوقفة، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله، وشكرا.